مسيكم بالخير. في هالصورة بدي فرجيكم هي وقلكم شو هي المناسبة. الصورة الرئيس صائب سليم رئيس الوزراء آنذاك، عم نحكي كل شيء مع الألقاب بهيك الوقت. النائب روني باك معوض، خلف النائب روني معوض في بيت ميشيل باك معوض جده للنائب روني باك معوض يلي رئيس وبعده البيت لألوم. خلف روني باك معوض أبو أسعد سليمان أسعد معوض، حد منه شاب من بيت كعده، حدش بين بو أسعد وبين الشاب من بيت كعده أنطوان فؤاد كعده، حد ابن كعده بعدين أبو لوسين، حد أبو لوسين حليم بو ظاهر. ليش هالصورة؟ اسمعوا القصة كلها سوا. وقت اللي استلم الرئيس فؤاد شهاب بعد حرب 58 وسقوط مشروع أيزنهاور بالمنطقة يلي هو باكستان إيران شاه إيران الملك فيصل العراق خي الملك عبد الله الأردن أولاد اثنين سوا أولاد الشريف حسين، سقوط الملكية بالعراق سقط والأردن بالملك حسين. إذن هذا حلف بغداد كميل شمعون في لبنان، سقط كميل شمعون في لبنان نزل الأسطول السادس، ما نزل سقط الملك فيصل بالعراق. اذا سقوط الملك فيصل بالعراق بعد سقوط كميل شمعون او قبل سقوط كميل شمعون نزل الاسطول السادس بلبنان. هون حصل اتفاق امريكي عبد الناصر على انتخاب قائد الجيش فؤاد شهاب رئيسا للجمهورية، وكان بالثورة الحرب الأهلية يضغط كميل شمعون تينزل الجيش يرفض قائد الجيش، ما ممكن يكون طرف بحرب أهلية لأنه هذا جيش حامي الوطن مش حامي موظف برتبة رئيس جمهورية وحامي الشعب اللبناني. حصل الاتفاق وريمون ادي من نبلو عم بياكل بجبال، داعي السفير الامريكي الى الغداء بجبال، بيجي موظف من السفاره الامريكيه على جبال وبيقول له بيعطي برقيه للسفير الامريكي انذاك كان ماكلينتوك اذا انا مني مخطئ مش مورفي، كان ماكلينتوك إجا مورفي أو كان مورفي بتصور ماكلينتوك أنا ذاك. وإجا وسيط الأمريكي إلى المنطقة كمان مورفي، يعني إذا كانوا اثنين مورفي بس أو إجا بعد منه أو إجا أرمن ماير بعد منه. هون كل القصة اللي أنا اللي بعرفه ما بتذكرها منيح وما عم بتطلع من بجوجل تأكد مني بس اعتاد كن الأسماء. فبيقروها وبيطلع بريمون إدي بهالبرقية بيقول له حصل الاتفاق بين دولة أمريكا وعبد الناصر لإنهاء الحرب بلبنان وفؤاد شهاب رئيس الجمهورية. طلعوا بالسيارة بعد الغداء وصويق ريمون إدي وصلوا على السفارة الأمريكية، قالوا للسفير
أنا بعترض وراح أترشح لما يقولوا إنه رئيس جمهورية لبنان عين ريمون إدي حرفيا، مش حتى أربح، بعرف بده ياخذ الأكثرية بس لتثبيت موقف على إنه جرى الانتخاب ديمقراطي وهكذا صار. هلا نرجع على الصورة. سأل فؤاد الشيب خي شو قصة صغرتي؟ عم بيعملوا قانون الانتخاب وهو أهم قانون انتخاب، تنطوره هو زيته 1960 بدل ما واحد ينتخب لائحة قسموها على قضاء، ينتخب اللائحة كلها، ينتخب واحد. هاي دي أهم ديمقراطية بلبنان ولازم نرجع لقاله. وساعته بفوت النواب، صار كل واحد من هالمفكرين الكبار بمجلس النواب بيطرح فكرة عن الحكم بلبنان، فبيجي بعض النواب بيصيروا حد منا، بيصيروا جروب مشان يعني تكون ديمقراطية منيح هيك، مش حزبين، ليكون الحزبين الجمهوري والديمقراطي عندنا بالولايات المتحدة الأمريكية. الغلط انه صار الجمهوريين بيصبوا لواحد والديمقراطيين بيصبوا لواحد، الشعب يعني بوقت الله يجرى انتخاب داخل هالمنتخبين واحد 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 مثل امريكا ومثل فرنسا، وينتخبوا الكتل جوا، كتل مش احزاب. هيدي الديمقراطية اللي نحن لازم نطورها بلبنان، ولكن خلونا نتفي، ما بدي احكي عن لبنان لاني برجع بكرر لكم وما بدي كرر، بس بريد صقفكم بهالموضوع. انتم تعيشون في منطقة حدودها وشعوبها ستتغير في السنوات القادمة، وفي شقف كبير من لبنان بدها تطير، لا دول جديدة بسوريا، لا دولة جديدة بسوريا، ما بعرف، ولكن القرار كله بإيد قائدة الهلال الخصيب دولة إسرائيل. دول السبعة الصناعية ودول الاتحاد الأوروبي والصين بيوافقوا شو القرارات اللي بتاخدها دولة إسرائيل. هذا المستقبل تبعكم. إذن شقفة كبيرة بتروح، وأنتم تعيشون في منطقة حدودها وشعوبها ستتغير في السنوات القادمة. خلوني كفي عن اهدن، شو معي حبة وحبة. فقال ليش شو قصة اهلي صغرتها بيطقوط له؟ وجدوا انه ما في اكثرية، في شخصين بيترشحوا هون وشخصين بيترشحوا هون، اذا بيحصل الصدام لازم يكون في اكثرية بتحسم الموقف. في نايب زادوا عدد النواب من 66 الى 99، إذن الشمال بيطلع له واحد موروني بدهم يعطوه نايب بطرابلس. قال يا خي خلينا نحل مشكلة صغرتي، عطوا لي نايب صغرتي بالعدد ما بتستاهل، صاروا ثلاث نواب بصغرتي. إذن ربحوا لأنك عم بتنزل لائحة مش واحد وحده، لو واحد وحده ربح الأب سمعين الدويهي سنة 60 كان ربح. طيب اخت 5000 صوت منفرد منا مسحي هون علم أوبيلو أخذوا 7500 صوت، كده كله أنا شاهد عليه يعني كنت واعي. هون بدني يرشحوا رئيس وزوره، دع الكتل النيابية الرئيس فؤاد الشيب، تطلع كتلة صغرته روني باك كونه أكبر منه بالعمر سليمان باك وبيعتبره بيه، وبالوقت زيته بيعتبر سليمان باك فرنجية على أنه روني باك معوض هو سهره القادم. هيدي الحقيقة حطوها بجيبتكن بوشات لحد يزور التاريخ. بيحمل حيلة أنه سليمان باك بيجيوي، قال لنا الرئيس الشيب مين بتكلفه لرئاسة الحكومة؟ سليمان باك فرنجية.
بيقول له منكلف رشيد كرامي كونه من الشمال. قال له لا سليمان بيك، بدنا نكلف صائب سلام. قال له مثل ما بتريد فخامة الرئيس، انت اللي بتختاره ونحن بنمشي فيه. قال له يا سليمان بيك انت بدك تكون وزير. قال له لا لا، انا هذا رني حد مني متعلم. قلت لكم في داخل نفسه من جوا بعقله بقلبه انه صهري القادم، والصهر المهم مثل الوليد، وخصوصا انه ولاده طفل يعني 14 سنة 15 سنة أنا زيك 16 سنة يمكن. فبيحمل حيله بيقول له لا أنت بدك تكون وزير بالحكومة. فوق شيء صدرت المراسيم وسليمان فرنجي وزير الزراعة. طلعت بالشارع هند مرت سليم ليشا بنت المرية واختها وديت عالطبيلة هاي دي غير خشخيشة، ومشوا هالنسوين وروهون. اجا وين قعد سليمان بيك؟ قاعد ببيت، بيقدر يقعد بالبيت اللي كان قعد فيه بالأول، يلي البناية شق في البيت الشيخ رومانس فرنجي، وشق في الأولاد أبلين بيك فرنجي، كان قاعد فيه سليمان بيك. وحميد بيك كان يستأجر بحي بيت معوض، بناية عملوها بيت البيع، الدكتور بيع أو بيع، فكان يستأجر شقة ويقعد فيه. هلا بهالوقت هذي سنة 62، من 61 بتقديري أنا 62 قبل ما يستقيل الرئيس صائب سليم، أو 61 بآخر بالصيفية ما بعرف. كانت رأس صائب سليم شكل حكومة وعين عبد الله المشنوق وزير الداخلية، يعني على لائحة صائب بيك ربع عبد الله المشنوق نايب، كان صحافة. وأسسوا فرقة الستاعش. فرقة الستاعش كانت بالدرك هي قض الجيش. فقرر يزور إهدين. سليمان بيك مستأجر ببناية أنطوان، ببناية إدمون عزيزي الله يرحمه، وبالطوبي الأول على الطريق، ما عنده بيت بهدين، هذا بيت صغير ما بده يقعد فيه، ما بعرف ليش، ما بعرف القصة ليش. أو بيجوز لأنه صور نايب، ما عنده بيت بهدين. فصائب بيك قرر يزور إهدين. وين بده ينزل بهدين؟ البيت الجاهز انه يستقبله بيت ميشيل بيك معوض والنائب روني معوض، يلي بيو بيملك بيو لروني بيك، بيملك البيوت تبع ميشيل بيك معوض كونه ابنه أنيس بيك معوض. وروني بيك هذا بيته وبيت حلو وبيحي بيت معوض، لأنه سليمان بيك ما بيقدر يستقبله. وأوتيل بلمون ما كان جاهز لتنزل رئيس الوزراء، كنت بتنزل كان بيملكوا بينزلوا الدرك وهول بينزلوهن كلهم، فرقة الستاعش وبعض المرافقين علي مملوك وهول لا. إذن روني بيك معوض هو بده ينيم صائب بيك عنده، وهو بده يعمل العشاء وكل شيء عنده هوني. فأنا جيت مثل كل وليد
وناشط بالسياسة. فقعد صعب باك عن يشرب أرجيني هو يوراني باك كذا، وسليمان باك قاعد ما بيشرب أرجيلة. قبل هيدا بيجي صعب باك وجاية تاري لازم يستقبل على مدخل إهدين ببيت جميل معوض، الله يرحمه جميل ندي معوض يلي أسعد دحدح اشترى البيت منه. كانت هالفيلا جديدة وحلوة، فبتوصل فرقة الستاش والزمامير وكذا، وأنا موجود هونيك ناشط. فبيوصله بينزل يرتاح ندفع بفيلا جميل معوض، بيستقبلوا سليمان باك الوزير الزراعة وروني باك معوض حد منه، وأنا مثل الوليد بقرب قعدوا بالفراندا اللي جاية ابنه لصائب باك الله يرحمه التاني عمر، يمكن عمر الثالث يلي روح على السعودية ما بدي يحكي لصة. فراكب بأول جيب مع فرقة الستاش وهزمير عم بتزمير، ومشيت بعد ما استقبلوهن على مدخل إهديم بفيلا جميل ندي معوض، بده يتوجه الكونفوا كله على بيت ريني باك. مثل ما جيت أنا ماشي على بيت جميل ندي، وطلعت من هونيك كمان ماشي على بيت ريني باك. تاني يوم عمل له عشاء، خلينا نقول مني أكيد بس اسمعوني، وصل الجمعة والسبت كان العشاء، ندعى له شخصيات كتير نواب الشمال وإلى آخره، فكله ببيت ريني باك. بي كأنه قدامي الصورة هيدي بي، بس عم جرب بالتلسكوب تشوفه، أكيد بي أبو لوسي. وجيت أنا على العشاء كمان مثل كل هالناس، وقفت حد سليمان باك. مع مين عم يحكي من النواب قاعدين يعني بره مش جوه على الساحة تبع بيت ميشيل باك معوض، يعني بالبيت بس بره. وين الأبو؟ بره هالقعدة. وبعدين على العشاء كلها طولات وعليها شمع ومضوينة وكل اللابسين وجوخي. هيدي ما بنساها أبدا. وكان يوسف باك كرم كنائب من صغرتي، ونواب الشمال كلهم مش صعب باك، مش رشيد دولة الرئيس كرامي، لا ما بعرف إذا دولة الرئيس كرامي كان، ما بعرف أنا، لأنه كل عقلة سليمان باك. إلى سليمان توني فرنجية، إذا السافل الوسخ ما في أخلاق لو يسلم الراوي. إذا الوسخ السافل ما في أخلاق لو يسلم الراوي بيقول لك ببريز قدامي. شو مش الفتى يقول مين أنا، قال يقول ها أنا، يعني مش ما أنت بتصنع شيء، قال له بتصنع التاريخ، وقال له جملة تانية إن قتلناهم أم قتلونا فنحن إلى الجنة، شيء هيك. ناس ضحت يا أبو توني سليمان توني فرنجية، ضحت بمستقبله وبكل شيء، استعملوك المجموعة عم بحكي على مستواني، هني الوساخة والسفالة
واللي اخلقيه بتاريخ الانسان. أنطوان الخويجي، لويس لمريوي، بوشكور، بوهرون، جوزيف بوهرون، أغنيته حسالة الناس، بيت غوطي، وصوخة الناس بصغرتي على دم الأوادم اللي ضحت بكل شيء. أنا كان عمري لما روني باك معوض عزم حميد باك فرنجية على سيدة الحسن، لأنه المناسبة كان جاي عبد الله اليافة رئيس وزراء سابق أو رئيس وزراء آنذاك إلى أهدين، وتصور كان سابق لأنه روني باك عامل محامي، وحميد باك على علاقة بعبد الله اليافة، فبيطلب منه أنه روني باك معوض أنه يكون استجار كمحامي بالمكتب. حميد باك فاتح مكتب، ولكن هيديك أهم جاي من فرنسا، محامي من فرنسا، ما نحن نفس الكونستيتيوشنال. فروني باك وحميد باك، روني باك دعائي لأهدين وحميد باك موجود، طلعوا هيك الصبح على سيدة الحسن يتفرجوا من سيدة الحسن لبحر الأبيض المتوسط. فوالدتي بتلاقي واحد جاي على الحمار رايح على البعول، قلت له وين رايح؟ الله على البعول. قلت له خذ لي هالصبي حطه على المفرق هو بيمشي لسيد الحسن لأنه بيو هونيك. ركبت معه من خلف على الحمار ووصلنا، بده يروح على البعول على اليمين وأنا نزلت ورحت مشي على سيدة الحسن كأنها قدامي هلو. حميد باك وروني باك وعبد الله اليافة وبيه أبو لوسي، هول كلن بتشحط هالتاريخ كله يا سليمان باك هيك بشحطة قلم، وبتقلن اللي ضحى، كل اللي ضحى قدام بيته بلين فرنجية. أنا من مواليد 44، يعني 6 سنين الولد بيشوف كل شيء وبيتذكر كل شيء. وكانت صغرتها كلها نعرف، لأن عسهل البيت وبلين باك وعدين هونيك، يجي حميد باك يجي سليمان باك وكلنا نشوف كلن هالناس جدودا كأن قدامي كيف ضحى. بتقلن كلكن بشيلكن بشحطة قلم، أو بيصير يقلك ابن غوطة تعص معه أنا مراقبة، قول هو مراقب وعنده معلومات. إيه؟ عيب، والله عيب، جريمة لا تغتفر إنه الرئيس الأمريكي يجيب رئيس المخابرات للسي اي اي مثقف كبير بيرنز، وكان سفير بالأردن وكان سفير بروسيا بعد منهار الاتحاد السوفيتي، ولو كان لازم يجيب واحد من هالناس اللي بيدعيوا مخابرات سفالة وصوخة المجتمع الزغرتاوي، أطفو روبرباك وأطفوك أنت بتهريجي وبتمثيلية. بدك تمحي هالتاريخ هذا كله هيك لأنك أنت خنط لبنان، خنط لبنان. حافظ الأسد أخذ القرار، قالوا له الحافظ الأسد ما بتقدر، ما ممكن إنك تكمش لبنان إلا ما يكونوا الموارني بإيدك والمسيحية، بس الموارني بالأخص. قسم سليمان فرنجية عن
الجبهة اللبنانية ما يخليه يرجع للجبهة اللبنانية، الأمر منه بقتل توني بير، والخطة انعطيت إنه بيقتلوه ولو سلم، ولو سلم الله يرحمه سمير بيك فرنجية. قلت له كان لازم يسلم، قال لي أبدا، ليش بده يسلم؟ يعني انفوينه ردة الفعل لألي انه بيت فرنجي ما بيسلمه. وانه اذا سلم بيقتلوا على الطريق اللي حبايقه. كله البقي كله كذب ملو قيمة. رحت تعملته مع السوريين نجبرته. بالحقيقة نجبرته. انجبر سليمان بيك الرئيس فرنجي من هالعمل هذا الكبير اللي صار بإهدين انه يطلب رضا الجيش السوري. لما نلاقيه ما فيهن يكسروا المنطقة المسيحية جيبوا ميشيل عون ونفذها بحذافيره. اذا خنتوا وطنكم، خطوا طائفتكن المارونية ومحيط أوادم صغرتا اللي ضحى من جدود جدودن الغيتن انت زليتن وركعتن. قلتلكن هاي الصورة وان شاء الله تسمعوها، وضمنا قلتلكن اشي القصة بالمنطقة ولا تردوا على حدا. ها هي حسن نصر الله والنظام بإيران بيسقطوا أقل من ساعة. استراتيجية ما بدها تلغيهم. عند اللزوم لغيوا صدام حسين. عند اللزوم لغيوا عبد الناصر. عند اللزوم لغيوا معمر القذافي. عند اللزوم لغيوا أنور السادات. طلعوا له قالوا له هلأ لازم تعين نائب الرئيس، يعني بدك تموت أنت. عين حسني مبارك وعند اللزوم سقطوا حسني مبارك. يا حرام على الصغار اللي بيفوتوا بلعبة الكبار. إيران وحزب الله أمتين ما بعرف، بس ما في شك جاي، ما في شك جاي. ولا بقى تردوا على حدا. نحن منقول تحية لدولة إسرائيل. عيب على هالعمل الولدني هيدا صبيانة يخطفوا هالأكاديمية من 4 شهور. إسرائيلية هي أكاديمية في البحوث. عدة مرات روحت على العراق، اختصاص الشرق الأوسط، العراق، سوريا، خطفوها من 4 شهور. الكتائب ملوع علاقة حزب الله. الكتائب اللي رأسا ديركت على تبع المهندس اللي قتل مع قاسم سليماني، ديركت على إيران. إيران عم تعرض عضلاتها. بالفيلم السينما في الغلطة. قلت لكن هو كله هيدا قبل هلا ما بالو قيمة. نحن قلبنا مع هالبنت بعد الوساطة الروسية الأمريكية ما زبطت بالعراق. منقول لدولة إسرائيل نحن اللي منمثل الأكثرية الصوتية بالصوت مش بزعامة بلبنان وبسوريا، جاهزين لأي عمل
لأن مصيرنا مع دولة إسرائيل، سنموت مع إسرائيل وسنحيا مع دولة إسرائيل، ولن نقبل إلا أن تكون إسرائيل قائدة الهلال الخصيب. وبكل فخر واعتزاز عم نحكي هالكلام. إذا بيصير شيء على البنت الأكاديمية المهمة، هذا عمل عيب، عمل إجرام وغدر على المواطنين. بيستعملوا إيران وبيستعملوا حزب الله، بس بهالعملية حزب الله اللبناني ما قالوا علاقة فيه. يجب أن نفكر كيفية إسقاط النظام الإيراني وماليشيه. كنت اليوم على الغداء مع أطبائي الكرام، وكان الحديث يجب أن تتغير الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية وأسقاط هذا النظام الإرهابي وميليشياته. أوكرانيا وبوتين، بوتين قوة مع الفانجر أنه يبقى بالحكم، ولكن خسر الشعب الروسي قيمة روسيا. أهلا وسهلا فيكم، بتمنى كل واحد بيحب يتسلى سميع. بخاطركم الله، الساعة 6:30 عنكن الصبح، الله أبتغوا بتشوفوا هالفيديو، بخاطركم وبتشوفوا الصورة حطتها على الفيسبوك. هذا التاريخ.